بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. النهاردة بنتكلم على خطوات طباعة درجات مركز التقديرات، يعني نطبع مركز التقديرات بما فيه بقى، بما فيه ممكن تكون اختبارات، ممكن تكون واجبات، ممكن تكون أعمال جهد إلى آخره. الدرجات كلها اللي هو كأنه كشف الدرجات التفصيلي مع الجمع كله بتاع الأعمال الفصلية، سواء من 50 من 80 أيا كان هذه الأعمال الفصلية من نظام البلاك بورد. مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحالب بجامعة اسكندرية، ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. نشوف مع بعض كده، احنا بندخل على صفحة أي مقرر من المقررات اللي احنا بنتكلم فيها، فبنلاقي عندنا، نروح على القائمة اليمنى هنا في اليمين، بنلاقي مركز التقديرات، بنختار مركز التقديرات الكاملة لأن احنا عايزينه كله بالكامل يعني. طيب نروح بعد كده هنلاقي المركز التقديرات هيظهر، هنروح للعمل دون اتصال، بنضغط على الزرار الصغير ده هنا، فبالتالي ايه اللي بيطلع؟ بيطلع لنا كلمة تحميل وتنزيل. بنختار كلمة تنزيل اللي احنا عايزين ننزله دون اتصال، فبيكون عندنا الشريحة اللي بعد كده، بيبقى عندنا البيانات، عايزين تحديد المطلوب، بنقول مركز التقديرات الكاملة، لأن ممكن أختار عمود معين، الإجمالي، اختبار عملي مثلا، واجب، جهد. طبعا هنا بيطلع لي حسب العواميد أو الأعمدة اللي أنا محددها، يعني عامل جهد واحد، شهري أول، شهري تاني، اللي يبقى اللي بيظهر هنا اللي أنا كاتبه عندي، أو باخده كله بالكامل بالشكل ده، وبقول بنحدد إذا كان في تعليقات باخدها معايا بالمرة إلى آخره، ثم بنضغط على كلمة إيه؟ إرسال. يبقى يعني هذه البيانات اللي إحنا بنكتبها بالشكل ده كده. هنا الاختيار التاني عندنا، بنروح بنختار، بيقول لي اختار نوع، هل بعلامة الفصلة الجدولة ولا بالفصلة؟ ليه؟ عشان سهل نفتحه بالإكسل وبالتالي أقدر أتصرف فيه. ففي ناس بتختار الفصل بحيث ان هو سواء بالاكسل او ببرنامج اخر، او في بعلامه الجدول اللي متاكد ان هو هيفتحه بالاكسل فقط الى اخره. بقى تختار تضمين المعلومات الخفيه، اذا كان في معلومات انا محتاجها ولا حاجه بقول له نعم، ثم اضغط على كلمه ايه؟ ارسال. بعد كده بتطلع لي هذه الصفحه، بلاقي هنا تم حفظ البيانات وخلاصه الملف جاهز، فبيقول لي ايه؟ تنزيل. بنروح بعد كده بنضغط تنزيل، هنلاقي يا اما بنزل على طول هنا تحمل اوتوماتيك، او بيسالني احفظ الملف فين حسب الكمبيوتر اللي احنا شغالين عليه، وبتحفظ الملف عندي هنا بالشكل ده كده. لما اروح افتح واضغط عليه دبل كليك بيفتح لي الاكسل، لان انا قايله هيفتح بالاكسل. الاكسل بيفتح معايا بالشكل ده كده، فبيقول لي ايه؟ ذا فايل فورمات اند اكستنشن، الى اخر هذا الديالوج اللي موجود هنا ده، بيقول لي دو يو وانت تو اوبن ات اني واي، يعني انت عايز تفتحه، يعني انت واثق ان الملف ده مضمون مش فيروس ولا حاجه؟ بقول له اه يس، بضغط عليه وبفتح الملف، بيفتح عندي الملف ده، بيديني برضو تحذير تاني هنا ان الملف بالشكل ده مش هيبقى مستقر، فلازم احفظه بصيغه الايه؟ الاكسل. فبقوم جاي رايح بالشكل ده، بضغط سيف از، يعني الصفحه اللي قبلها هنا، بضغط على سيف از، سيف از. بعد كده بيفتح لي هذا المربع الحواري، هو الحوار اللي هنا بيسالني، بيقول لي سيف از تايب، ده التايب اللي هو الكوما، الفصل، الفصلات، وده اسم الملف بتاعي. اقدر اغير اسم الملف، وهنا بقى هنشوف هنختار ايه، انا عايزه بالاكسل على طول، فبختار اكسل ورك بوك وهسميه التسميه اللي انا عايزها، بضغط اوكي وبكتب بقى درجات مركز التقديرات مقرر كذا، واكسل بالشكل ده كده، وبحفظه في المكان اللي انا عايز احفظه فيه. حفظته بيبقى اهو بالشكل ده كده، والاكستنشن بتاعه مايكروسوفت اكسل ايه؟ ورك شيت، وحجمه ما بيكونش كبير الحقيقه. لما افتحه بعد كده خلاص ما عطانيش رساله التحذير، لكن دلوقتي انا عاطيني العواميد اللي عندي هنا. هل كلها انا عايزها؟ لا، في حاجات انا مش عايزها. العمود اللي انا مش عايزه بعلمه من فوق، بضغط على الليتر او الحرف اللي عندي فوق، حرف الدي، العمود اللي انا مش عايزه خلاص، وبعمل يبقى انزل كده، بقول له ديليت، بيتشال العمود اللي انا مش عايزه. طب لو انا مش عايز صفوف، بروح احدد عدد الصفوف اللي انا عايزها من هنا، واقوم جاي برضه قايل ديليت، فبيحذفها لي كده، يبقى الجدول بتاعي خلاص مستقر. بس هنا بيبقى عاطيني اسم العائله الاول، يعني اسم العائله بتاعت الطالب او الطالبه، ثم الاسم الاول. انا مش عايز ده، انا عايز العكس، يعني عايز ابدلهم. هعمل ايه؟ في اكتر من طريقه الحقيقه، لكن نقول اسهل الطريقه، بقوم جاي رايح عند العمود الاولاني اللي هو اسم العائله، بقف عنده، واقوم جاي رايح قايل له كات، خلاص اتشال. او هو الحقيقه مش هيتمسح قدامي، لا، هيبقى بالمنظر ده، هيبقى صندوق منقط بالشكل ده كده. طيب وبعدين الخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه اهو، الخطوه الثانيه اروح اقف عند العمود سي. اشمعنى؟ ما انا الخانه دي او العمود ده انا عايزه يبقى بعد البي. طب مين اللي بعد البي هنا؟ السي، فاروح اقف عند السي واقول انسرت كات سيلز.
يعني شيل لي ادخال، عملت انسيرشن يعني ادخال للخلايا اللي انا عملت لها كات، يعني قطع او قص. طبعا ممكن لو انا عملت كوبي وعايز اعمل نسخه تانية هتبقى هنا كوبي، لكن انسيرت كات سيلز يعني ادراج للخلايا اللي تم قصها. يعني هتتحشر فين؟ حلو، هتتحشر دي، طيب هتتحشر او هتتحط او هيعمل لها انسيرشن او هتدخل ما بين العمودين دول اهو بالشكل ده كده. فيبقى عندي الاسم الاول هنا وادي اسم العائله بالشكل ده، يبقى انا حطيته. طيب يتبقى عندي حاجه تانية، الاسماء جايه مش مترتبه بالحروف، ولا انا عايز ارتبهم بالحروف الابجديه، فبعمل ايه؟ بروح اقوم جاي رايح عند هنا العمود الاولاني ده وبختار كلمه سورت يعني ترتيب. فبيديني اختيارات، عايز تترتب من الحرف الالف للياء، ولا العكس، ولا بترتيب حاجه ثانيه. فانا بختار اول اختيار، عايز ترتيب ابجدي من الالف. فبعد كده بيقول لي بقى، هنا بقى خطيره جدا النقطه دي في منتهى الخطوره. ليه بقى؟ لان العمود ده هنا اسم الطالب، وهنا اسم العائله بتاعته، وهنا رقمه الجامعي، وهنا درجاته. فهل هيرتب الصف العمود الاولاني ده بس ويسيب بقيه الاعمده؟ يبقى حصل مشكله، اتلخبطنا. هحط اسم الطالب وساق قدام عيله ثانيه، ورقم جامعي تاني، ورقم تاني، ارقام حاجه تاني. فلازم اقول له اكسباند ذا سيلكشن، يعني مش بس ترتب لي العمود ده، لا، ورتب كل الاعمده المرتبطه بالعمود ده. ودي نقطه مهمه جدا. بعد كده رتب لي اسم الاول للعائله، هتلاقي كمان بقيه الاعمده كلها ترتبت مظبوطه. طيب بعد كده انا عايز مثلا احط اضيف خانه او اضيف عمود حاجه البيانات، اعمل هيدر اللي هو راس للجدول وكده. فبعمل ايه؟ بقف هنا كده واقول انسرت عشان يحط لي صف بالشكل ده كده اهو، فوق الجدول بتاعي، عشان هشوف هعمل فيه ايه. اجي احدد عدد الخلايا اللي انا عايز، احدد عدد الخلايا اللي انا عايزها عشان ادمجها. وبروح هنا بالزرار ده اضغط يديني ميرج اند سنتر، يعني ايه؟ ادمجهم لي ووسطا الكلام، اذا كان في كلام هيبقى متوسطا هنا بالشكل ده كده. نروح نشوف الشريحه اللي بعد كده. طيب فلنفرض ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل عواميد زياده، هحط درجات تانية واضيف حاجات تانية. فبقف عند العمود اللي انا عايزه اهو وبقول انسرت. الحاجه اللي هتحصل لها انسرشن او ادراك هتبقى قبلها اهو، انسرت بالشكل ده كده، واحط بقى كل شهر اول شهر تاني الى اخره بحط ده. لو ما كانش جاي معايا من الاول، لو انا من الاول جايبهم خلاص مش هحتاج الخطوه اللي فاتت دي. لكن فلنفرض انا هضيف حاجه تانيه زياده، فبضيف الخانات اللي انا عايزها كلها. بس لازم اراعي حاجه، لازم اراعي ان راس الجدول اللي موجوده فوق دي يبقى عدد الخانات اللي هنا نفسه عدد الجدول، يعني ادي 1 2 3 4 5 6 7، واحد واخد 7 خانات وعمل لهم ادماج عشان يبقى راس الهيدر ده او العنوان ده بتاع الجدول كله. طيب بعد كده نشوف الشريحة اللي بعد كده اهو، بيحصل ايه تحت الجدول في النهاية خالص؟ محتاج احط اسم الاستاذ المقرر او رئيس القسم والتوقيعات. فبروح هنا في الاول ادمجهم زي ما احنا اتفقنا، بدمج الخانات اللي انا عايزها زي الخطوة اللي فاتت، بعمل ميرج اند سنتر بالشرط ده كده، وبقوم جاي عامل مكان للاستاذ المقرر، وبعمل هنا مكان لرئيس القسم، ثم هقوم جاي نازل الصف اللي بعدهم احط مكان للتوقيعات بالشرط ده كده. طيب واعمل المحاذاه الى اخر، فبيبقى بالشكل ده موجود عندي هنا. طيب كده يبقى انا الجدول بتاعي خلاص خلص. طيب فاضل حاجه مهمه، ايه؟ لو احنا لاحظنا في الجدول اللي فات ده كله ما كانش فيه رقم مسلسل، فباجي اقف عند اول عمود واقول انسرت يعني ادراج عشان يدرج لي خانه للرقم المسلسل، وتبقى الحاجه مترتبه موجوده عندي. وبكده بيكون الشكل بتاع الجدول عندي كامل. عايز للجدول اختيار تنسيق، بحدد الجدول بس من غير الهيدر اللي موجود فوق ده. بحدد الجدول بتاعي، يبقى متحدد بالخط الاخضر ده كده لما بعمل له هايلايت او تظليل، واختار التنسيق اللي انا عايزه، وراعي طبعا لو انا هطبع عشان ما تكونش فيه اسود كتير او الوان كتير حسب الطباعه اللي انا عايزها يعني. طيب نروح نشوف الصباع اهو، بعد كده اتنسق بقى عندي سطر غامق، سطر فاتح، سطر غامق، سطر فاتح. طبعا انا عامل تظليل على اسماء الطلبه. نيجي بعد كده ايه بقى اللي مطلوب نعمل ايه؟ طب فلنفرض انا عايز اعمل فورمات، يعني تنسيق لخليه واحده بعينها، اشيل البوردر بتاعها اللي هو بيحيط بيها الى اخره. بقوم جاي واقف عند الجدول بتاعي او الخانه اللي انا عايزها وبقول له فورمات سيلز، يعني في سيلز معينه، وابتدي بقى احط عايز عواميد في النص، الخط اللي بيفصل العواميد ده موجود ولا مش موجود، اختار الانواع بتاعته، منقط، مخطط، دبل، الى اخره كل هذه الامور. فبوضب كل حاجه هنا وبالالوان
الى اخرها. في ناس هتشتغل بالاكسل وتسيبها على كده، وفي ناس بتحب تتعامل بالوورد، فهيحصل يعمل ايه؟ يفتح ملف وورد بالشكل ده، ولازم يراعي ان التنسيق بتاعي هنا، ودي مهمه جدا. بنبدا من اليمين، من العربي رايت تو ليفت دايركشن. طيب نيجي بعد كده بنعمل ايه؟ اقوم جاي عامل انسرت بالشكل ده، واقوم جاي رايح لهيدر عشان احط فوق اللوجو بتاع الجامعه والشعار الى اخره، ما اقعدش ما اروحش احطه يدوي في كل صفحه، واختار هنا اهو هيدر، وبعدين بعد كده اهو اديت هيدر، يعني حط لي بقى هيدر هظبطه، فيفتح لي مكان الهيدر هنا اللي هو الراس موجود فوق خالص، بقوم جاي مختار هنا عشان اوسطنه، بعد كده بقوم جاي حاطط بقى اللوجو بتاع المملكه القسم الجامعه الى اخره، ثم بعد كده عايز احط الجدول بتاعي. الجدول اللي كنا علمته في الاكسل وعملت له كوبي او نسخ، اجي هنا اقوم جاي قايل التنسيق واختار اول واحده اللي هي كيب سورس فورماتنج، يعني ظبطه لي بالشكل ده، فبينزل لي الجدول، بس الجدول نصه طالع بره الصفحه. طب اعمل ايه؟ طبعا انا اخترت دي، طيب اعمل ايه بعد كده؟ اقوم جاي رايح عامل الخطوه دي، اروح عند الجدول ادور على دي، اهي فوق في راس الجدول على اليمين او على اليسار حسب ما احنا شغالين، ادور على العلامه دي، اضغط عليها فبتطلع لي القائمه بالرايت، بالزرار اليمين بتطلع لي القائمه، بختار اوتو فيت. اوتو فيت يعني ظبطه لي بشكل تلقائي، بس ظبطه لي حسب الكلام اللي موجود والمحتوى اللي جوه، ولا الصفحه اللي موجوده عندي، ولا اثبت انا العرض والطول، لا انا بختار اوتو فيت عشان تطلع لي في الصفحه بالشكل كده، فظبط لي الجدول بالمنظر ده، ادي الراس هنا وادي البيانات الى اخره. طبعا لو في بيانات مش مظبوطه هنا، في مسافات زياده بقدر اشيلها واتحكم فيها زي ما انا شفت وظبطتها. طيب انا عندي الجدول كان جاي، كنت انا كاتب اسس المقرر والتوقيعات وكده، طب دي في الصفحه دي بس، فلنفرض ان الجدول ده كان موجود في 3 4 صفحات، اعمل ايه؟ طيب الحاجه الثانيه كمان، لما هيكرر في كذا صفحه، يعني اتقسم على كذا صفحه، مش هلاقي عندي عنوان الرأس ده مش موجود، طب انا هقعد كل شويه اجيب اول صفحه عشان اشوف انا بعمل ايه؟ طيب طب فرافض انا عايزه بالعرض، هروح هنا اورينتيشن واختار لاندسكيب بالعرض بالشكل ده كده. طب لما اتعمل بالعرض في جزء جه من الصفحه اللي هنا، هنلاحظ ايه؟ ان العنوان اللي فوق ده والصف الاولاني عنوان الجدول مش موجودين هنا عندي، طب دي مشكله، زائد ان هنا عندي مفيش التوقيعات موجوده في الصفحه الاخيره بس، طب دي مشاكل عايزه تتحل. بنعمل ايه خطوه خطوه؟ انا عايز القاله الاولانيه دي والعنوان بتاع العنوان والراس بتاع الجدول ده يتكرر لي في كل صفحه، فبحددهم الاثنين دول واروح بالشكل ده كده عند لي اوت واختار ريبيت هيدر روز، يعني الاثنين دول كررهم لي في كل صفحه بالشكل ده كده، اقوم جاي اهو هنا اقوم جاي رايح كده اليوم بتكرروا، يعني لو عندي 10 صفحات يبقى كل صفحه يبقى فيها عنوان الجدول ده، خلاص يبقى بختار ده بس حسب اللي انا عايزه. طب انا كده خلاص حليت المشكله اللي فوق، نيجي بقى للمشكله اللي تحت بتاعت التوقيعات، هنعمل فيها ايه؟ اللي هي دي هقعد اكررها في كل صفحه؟ لا، زي ما عملت الهيدر فوق كده بعمل ايه؟ بعمل نسخ ليها، بعمل لها كات اهو، بعمل هنا وفي حاجات تنسيق كمان بعملها في الاول، هنجيلها تاني. بختار هنا الجدول واختار الخانه اللي احنا قلنا عليها تيبل بروبرتس او خصائص، باجي بروح هنا اهو الخصائص هنا، ليه بختارها؟ عشان اظبط الجدول بتاعي، انا عايز العواميد تبقى متسنتره يعني في المنتصف بالشكل ده كده، واضغط اوكي. طب العواميد بس؟ طب فلنفرض انا عايز اظبط الخانات، الصفوف ها مش العواميد، العرض بتاعها يبقى ثابت، ما اقعدش انا اشد بايديا، فانا بعمل هنا علامه صح عشان احدد الطول اللي انا عايزه بالظبط وبحدده، وغالبا ده بيكون كافي جدا، ال 3.3 ده بوصه بيكون موجود، وهنا بيديني اتليست يعني على الاقل، يعني بدي له اختيار هو بقى يظبط كده، لا انا بقول له اكزاكتلي بالظبط انا عايزه اهو. يبقى انا هنا اخترت اكزاكتلي، يعني يبقى انا اخترت هنا سبيسيفاي الهايت، حددته من عند الرو اللي هو الصفوف، وحددت القيمه بتاعتي وعايزها بالظبط اكزاكتلي تمام. بعد كده بنفس العلامه دي واضغط تيبل خصائص الجدول مره ثانيه، وبروح هنا بقى بختار حاجه ثانيه اللي هي السيلز او الخليه، الكلام جوه الخليه انا عايزه فوق خالص ولا تحت ولا في النص؟ انا عايزه في النص، فبختار واختار اوكي، فالكلام عندي خلاص يبقى مظبوط زي ما انتم شايفين كده، يبقى الكلام في النص راسي وفي النص بالعرض بالشكل ده. طيب نيجي بعد كده بقى المشكله الايه، الفوتر اللي هي التوقيعات وكده، بروح لانسرت واقوم جاي رايح لايه، لفوتر، وراح لايديت فوتر بالشكل ده، واروح اعمل انا اعمل ايه، اعمل كنت عملت انا كات لمين، للاستاذ الماده والتوقيع والكلام ده كله، واروح اقول له هنا بيست وبختار دي اول واحده بالشكل ده، بعد ما بيكون فتح لي هنا، فتح لي مكان الفوتر هنا اللي هو التسجيل. طيب نشوف مع بعض كده اهو بالشكل ده، واروح احطهم عشان تظهر بقى اوتوماتيك في كل الصفحات بهذا الشكل. طيب بعد كده اهي اتحطت لي هنا في الصفحه الاولانيه،
واتحطت لي في كل الصفحات هتبقى كده، يبقى انا الرأس فوق مظبوط وهنا كمان ايه مظبوط. كده بيكون الجدول بتاعي سواء في الاكسل او في الوورد بتكون اتظبطت الدنيا كلها معايا، واقدر اعدل واعمل فيه اللي انا عايزه. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ولا تجعل في عملنا هذا رياء او سمعة. امين امين امين. ونسألكم الدعاء بظهر الغيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى ان نلتقي في محاضرة قادمة او فيديو قادم. اترككم في رعاية الله وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.